تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. بدبي صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل يوم الثلاثاء اللي يبعد خطوة واحدة عن آخر الأسبوع يوم الخميس الونيس. هذا هو برنامجكم، برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في بداية البرنامج سمحوا لي أول شيء أرحب بزملائي، صاروا إخواني والله في البرنامج، أيمن سرحيل معانا اليوم في الإخراج، يعطيك ألف عافية أيمن وصباحك ورد. ومعانا ميرا، مفروض لغفلي إذا وصلت حصلت باركينج ولا ما حصلت. تحية لكم جميعا. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملة، طبعا تعرفون أنا محمود في إجازة، من الأمس كان إجازة، إن شاء الله ليل أحد القادم، وبيكون معانا إن شاء الله يوم الأثنين القادم. ونسلم على بن ثالث يسلم علينا من خارج الاستوديو، صباحكم ورد. ومعاي اليوم وردة بعد في الاستوديو، دكتورة بدرين الحرمي، صباحك خير وصباحك ورد. صباح النور والسرور دكتورة ندى، وصباحكم حب وإيجابية مستمعين مستمعين إذاعة نور دبي هالإذاعة المتميزة. طبعا نذكركم بأرقام التواصل 600-55-1414 وعلى المسجات 4006. كل عام وانت بخير دكتورة ندى، وأتمنى تكوني بصحة وسعادة ونفسية حلوة. شكرا. ما عرفتي شكرا. ليش اليوم يوم الصحة النفسية العالمي 10 أكتوبر؟ يوم الصحة النفسية، صح، يوم نتمنى الصحة النفسية. نتمنى لكل مستمعينا الصحة والسعادة ونفسيتهم تكون إن شاء الله دائما يعني شو نقول، إيجابية ومتفائلة إن شاء الله. وكل عام بخير لجميع المستمعين اللي يسمعنا واللي ما يسمعنا بمناسبة يوم الصحة النفسية. طبعا عارفين هذا اليوم ليش، شو فائدته اليوم، شو فائدته؟ يعني هو بدأوا يحتفلون بيوم الصحة النفسية كل 10 أكتوبر من كل سنة من عام 1992، بس عشان يزيدون الوعي في المجتمع بين الشعوب أهمية الصحة النفسية، وإن يعني عشان بس يعطون يعني أهمية للمشاكل النفسية وكيف إن نوجد لها حلول، وكيف إن يعني نتكلم عن هالمشاكل، ما نكون يعني في كورنر أو في زاوية الخجل أو الخوف أو القلق. فنتمنى لكل الصحة والسعادة إن شاء الله. إن شاء الله من الجميع الصحة والعافية البدنية والنفسية. البدنية والنفسية والجسدية. صحيح. صحيح. عندنا دراسة اليوم تقول البدانة ترتبط ب13 نوعا من أنواع السرطان. أفاد تقرير رسمي أمريكي حديث بأن البدانة ترتبط بحوالي 40% من إجمالي السرطانات التي يجرى تشخيصها في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب التقرير. فإن ذلك لا يعني بأن زيادة الوزن أو البدانة تسبب كل تلك السرطانات، ولكن يعني وجود علاقة ما بين البدانة والإصابة بتلك السرطانات، وأن العلم لا يزال يحاول فهم هذه العلاقة بشكل عميق. وقد توصل معدو التقرير إلى هذه النتيجة بعد قيامهم بتحليل بيانات الإصابة بالسرطان الصادرة عن هيئات الإحصاء المعتمدة في الولايات المتحدة في الفترة بين عام 2005 و2014، وترى نتائج الدراسة أن 630 ألف حالة سرطان مسجلة في الولايات المتحدة في عام 2014 ترتبط بالبدانة. تقول الدكتورة آن شوشات نائبة مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد تكون العلاقة بين زيادة الوزن أو البدانة والإصابة بالسرطان مفاجئة وغير متوقعة للكثير من الناس، وبالتالي ينبغي أن تركز حملات التوعية على هذه النقطة خاصة مع تفشي البدانة في الكثير من المجتمعات. طبعا هالدراسة تتماشى مع التوصيات اللي دائما نوصيها هيئة الصحة في دبي من خلال حملاتها، من خلال صحة وسعادة الإذاعي أو صحة وسعادة التلفزيوني، بتبني نمط حياة صحي
خلينا نحافظ على وزن مناسب، ما نقول وزن مثالي ولكن وزن مناسب للوقاية من العديد من الأمراض. يعني حتى الدراسة تبين أن لها علاقة وارتباط بالسرطان، ولا شو رأيك دكتورة بدرية؟ هي أكيد إحنا ما نقول أن يعني الصحة دائما تكون في الوزن يعني المناسب، ومو بشرط يعني إذا كنت أنا وايد ضعيفة معناته أني أنا يعني جسمي صحي، لا، يعني في هناك عدة عوامل تلعب دور في هذا الشيء. فأهم شيء إن احنا نحافظ على نمط حياة صحي، مثل ما قلنا ما ندخل في معمعة الرجيم وتنقيص الوزن وعقب فترة نرجع مرة ثانية على نظام يعني خاطئ، لا، احنا نتبنى نظام يستمر ويانا لزمن أطول لطول العمر. صحيح. وهذا هو الهدف، احنا نغير سلوكياتنا. صحيح. مو بالهدف اني انا انزل مثلا 4-5 كيلو عقب لا ارجع على نفس النظام وارجع على نفس اسلوب الحياة الخاطئ. صحيح. وهذه واحدة من الرسائل اللي دائما ناشد فيها فئة الصحة في دبي، وكان واحدة من المبادرات لتقليل الوزن مبادرة شهر من غير سكر اللي اعتمدتها أسماء الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا. صباحك ورد يا أسماء. صباحكم نور وسرور. صباحك خير يا أسماء. عدنا اليوم الصبح مصبحة على دوي دكتورة بدرية. حبيبتي عشان تي صباحنا حلو يا أسماء. أكيد أكيد. شو عندك لنا اليوم يا أسماء؟ اليوم نبرتت أيضا لأن مثل ما قلت أن اليوم يوم الصحة النفسية، وأيضا في دراسات أثبتت أن الصحة النفسية لها علاقة في وزن الإنسان، خصوصا اللي عندهم ستريس إيتينج أو أن الأكل بناء على الحالة النفسية. صحيح. أو الاكتئاب بعد يا أسماء. الاكتئاب في وايد أمراض، وفي شيء اللي دائما أنا يعني يستفزني في بعض نظرات المجتمع للاكتئاب، لما وتوصل نحن في هيئة الصحة لما نتكلم عن الصحة النفسية يقولون إذا واحد يصلي ويصلي على الوقت ما بي اكتئاب. الاكتئاب مش حالة نفسية ولا مزاج، الاكتئاب هو مرض ولازم يتعالج. هو مرض عضوي حال أي مرض، ولازم يتعالج ولازم يكون في صحيح. صح. نحن الصلاة تريح النفس، القراءة قراءة القرآن فعلا تطيب جروح القلب كلها. صحيح. لكن إذا ما نخلط بين المزاج والمرض، الاكتئاب والأمراض أو الصحة النفسية ممكن حالها حال أي مرض. صحيح. هاي حب نأكد عليه، واليوم إن شاء الله راح يطلع فيديو وايد حلو مع مجموعة تطوعية يتطوعون لنشر الوعي حول الصحة النفسية في الإمارات، نسوي معهم فيديو حلو إن شاء الله بيطلع خلال اليوم. ممتاز. وخلهم يتابعونا على قنواتهم. تابعون إن شاء الله. شو عندك أخبار عن جايتكس يا أسماء؟ جايتكس عندنا وايد أشياء مميزة، لكن وقاعدين نعرضها على السوشيال ميديا بس ما نعرضها بشكل كامل، لأن نبغى الناس تجي منصتنا وتشوفهم. صحيح. منها تطبيق دمي اللي هو اللي يعتبر الأول على مستوى العالم. عندنا الصيدلية الذكية، الصيدلية هاي بعد إن شاء الله بس لو الناس تبرون شوية راح تغير تجربتهم في كل الصيدليات، سواء كانوا مثل عيادات خارجية أو مقيمين في المستشفى. صحيح. ونختمها مع أو قبل ما نختم برسالتنا الصباحية، نحب نأكد لكل عملاء مستشفى دبي أن المدير التنفيذي لمستشفى دبي راح يكون معانا باكر في قيادات في خدمتكم، راح يكون مباشر على إنستغرام لايف وعلى بريسكوب، ويكون ملخص الموضوع على سناب شات، لكن خلهم يتابعونا على النقل المباشر. وإذا عندهم أي ملاحظات أو استفسارات أي شيء لمستشفى دبي، المدير التنفيذي راح يتواصل معهم مباشرة. ممتاز. إن شاء الله. شكرا لك يا أسماء. شكرا لك يا أسماء. أعطيكم رسالة اليوم. أعطينا رسالة. أهم شيء يا أسماء. أهم شيء. احرص على أن تكون بصحة نفسية جيدة، فذلك ينعكس بشكل كبير على إنتاجيتك. نتمنى لكم يوما سعيدا. يا سلام. شكرا أسماء. شكرا على رسالتك اللي تتماشى مع اليوم العالمي للصحة النفسية. طبعا هذه دعوة للجميع انهم يزورون منصة هيئة الصحة في دبي، ومثل ما ذكرت امس عندنا منصتين، منصة تابعة لهيئة الصحة ومنصة تابعة للحكومة الذكية في جايتكس 2017 اللي لا تزال اعمالهم مستمرة في مركز دبي التجاري العالمي قاعة الشيخ سعيد. فروحوا هناك شوفوا تطبيقات الجديدة لهيئة الصحة، كل جديد، الروبوت،
الروبوت، التطبيقات الذكية، الصيدلية الذكية وإلى آخره من التطبيقات الجديدة التي لا تنتهي فئة الصحة في دبي. طبعا احنا ونذكر بعد مرة ثانية بأرقام التواصل 600551414 والرسائل النصية 4006، شاركونا. وموجودين طبعا لايف على نور دبي اليوم، هيئة الصحة في دبي ما عندنا الآيباد، محمود سافر وشال الآيباد معه، ما عطانا الآيباد في ايدي فما عليه ان شاء الله. فاستمعونا على نور دبي، احنا بنطلع فاصل، بعد الفاصل بنكمل باقي فقرات برنامجكم برامج صحة وسعادة، فلا تروحون بعيد وتريونا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. بداية الفقرة رح نذكر بأرقام التواصل مع دكتورة بدرية 600551414 والرسائل النصية 4006، شاركونا أعزائي المستمعين. وعندنا اليوم ضيف جدا متميز في الاستوديو، الدكتور حيدر اليوسف، مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي. أهلا وسهلا فيك دكتور، ونورتنا في الاستوديو. الله يسلمك، صباحك ورد دكتور. حيدر، طبعا يعد مشروع الضمان الصحي بدبي أحد أهم المشاريع الحيوية التي حققت فيها هيئة الصحة بدبي نجاح متميز بعد الانتهاء من تطبيق كافة مراحل القانون على مختلف الفئات. بنتكلم اليوم زيادة عن هذا المشروع، عن أهميته، وعن بعض النقاط اللي تهم المستمعين. فأول شيء نتكلم عن أهمية قانون الضمان الصحي، وإذا عندك إحصائيات متعلقة بعدد المشمولين. نعم بالتأكيد، مشكورين على هاي الدعوة اللطيفة. طبعا قانون الضمان الصحي اعتمد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في 24 نوفمبر 2013. في الوقت هذا كانت نسبة المؤمن عليهم في الإمارة أقل من 30% من المقيمين الموجودين في الإمارة، وحوالي 50% من المواطنين كانوا مشمولين ببرامج التأمين الصحي المختلفة. وبالتالي كان الهدف من المشروع شمول جميع المواطنين والمقيمين بالتغطية التأمينية في إمارة دبي. وطبعا تعرفين من أهم يمكن الاتفاقيات العالمية كذلك والأدوار العالمية لأي دولة توفير التغطية وتوفير آليات لتغطية المجتمع وجميع أفراد المجتمع الموجودين في الدولة هاي، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. وبحمد الله بعد اعتماد القانون تم زيادة مظلة التأمين الصحي في الإمارة وشمول جميع المقيمين الموجودين في إمارة دبي. اليوم وصل عدد المشمولين بالتأمين الصحي في إمارة دبي أكثر من 4.6 مليون شخص يتمتعون بالتأمين الصحي. كذلك تم إطلاق برنامج سعادة اللي كان غطى جزء كبير كذلك من المواطنين اللي ما كان عندهم تأمين صحي سابقا. ويمكن جاء برنامج سعادة كبرنامج متميز، برنامج ذكي يستعمل بطاقة الهوية، وفي له تطبيق ذكي جدا مفيد، والحقيقة يعتبر نقلة نوعية في برامج التأمين الصحي، مش فقط على مستوى المنطقة وإنما على مستوى العالم في طريقة تطويره وفي طريقة تقديمه للتغطية التأمينية للمواطنين. وطبعا في تطوير مستمر للبرنامج من نوعية المنافع اللي تكون موجودة في البرنامج. يمكن بعض الأشياء اللي تعتبر عادة لا تغطى بالتأمين الصحي، عملية الكشف المبكر عن الأمراض، أمراض معينة، علاجات معينة، تميز برنامج سعادة الحقيقة بتغطية الأمور هاي. يمكن إذا مثال واحد بنستعمله اللي هو الإنسولين بامب أو مضخة الإنسولين لبعض الأفراد اللي عندهم السكري من النوع الأول واللي عندهم صعوبة في السيطرة على مستوى السكر. إذا كانوا من النوع هذا فعادة الأفراد هاي نمط حياتهم يكون صعب جدا، يدخل المستشفى كل 5 أيام، أسبوع، أسبوعين. الأدوية العادية والإبر العادية ما تقدر تسيطر على نسبة السكر في الدم، وبالتالي دائما يتعرض سواء إلى أزمة سكر أو إلى انخفاض مفاجئ في السكر، وبالتالي نمط حياتهم يكون جدا صعب، بالإضافة إلى التكلفة الصحية لهؤلاء الأفراد نتيجة الدخول المتكرر للمستشفى. كان عندنا مثلا حالة امرأة مواطنة عندها شنطة المستشفى موجودة في السيارة كل 5 أيام، هي تعرف مسكينة أنها داش المستشفى. مجرد بدأ البرنامج يغطي الإنسولين بومب أو مضخة الإنسولين، توضع المضخة في الجسم، فيها سنسر يقيس نسبة السكر وبالتالي يفرز الإنسولين بالنسبة الصحيحة، فيصبح الإنسان هذا من إنسان عنده الموربيديتي الكثيرة إلى أصبح فجأة إنسان عادي يعيش حياته بشكل طبيعي. فمثلا الأخت المواطنة هاي فجأة توقف دخولها المستشفى بشكل كامل، حملت، ربت، فتغير نمط حياتها بشكل كامل. وفي نفس الوقت وفرنا على الحكومة كذلك مبالغ كبيرة نتيجة هاي النوعية من التطوير للبرنامج اللي هو يفيد المواطن ويفيد المستفيد من التأمين الصحي. ممتاز ممتاز. زين دكتور، دام أنت تكلمت عن الخدمات اللي
تغطيها. نبغى نعرف الخدمات الثانية اللي تغطيها باقة التأمين الأساسية. نعم. ممكن تعطينا فكرة؟ هذا السؤال سلمت الله جدا مهم ودائما نتعرض له، لأن أحيانا يمكن بعض الأشخاص ما يعرفون كيف يستفيدون من الباقة الأساسية بالشكل الأمثل. الباقة الأساسية من حيث المبدأ هي أقل مستوى من التغطية التأمينية يجب يتمتع أن يتمتع فيه أي شخص مقيم في إمارة دبي. أي شخص اليوم عنده إقامة، طبعا هاي ما نتكلم فيها عن المواطنين وإنما نتكلم فيها عن المقيمين، أي شخص مقيم في إمارة دبي عنده إقامة سارية المفعول في إمارة دبي في التزام بحسب قانون الضمان الصحي على صاحب العمل أو الكفيل أنه يوفر التأمين الصحي للشخص اللي هو جابه إلى الدولة سواء كموظف أو كعامل منزلي، والتغطية الأساسية هي الحد الأدنى من الخدمات. باقات التغطية الأساسية تشمل زيارة الطبيب، طبعا طبيب العائلة أو الطبيب العام، التحويل إلى الأخصائي، التحويل إلى المستشفى في حالة الحاجة إلى التحويل إلى المستشفى، العمليات الجراحية، الأدوية، الفحوصات، الحمل والولادة، والحالات الطارئة. فجميع الخدمات هاي مغطاة، لكن آلية الحصول على الخدمة هي عن طريق طبيب العائلة. فمن لاحظ دائما يجب على الأشخاص هم يطلعون على شبكة مقدمي الخدمات الموجودين في الباقة. فمثلا أنا مؤمن مع شركة تأمين ألف، فلازم أدخل على الويب سايت وأعرف الباقة الأساسية لشركة التأمين ألف هي العيادات الفلانية، العيادة كذا كذا كذا، لازم كذا يعرفون، لازم يعرف العيادة، ولازم في حالة الحاجة إلى أي خدمات طبية الذهاب إلى العيادة أولا. صحيح. يشوف طبيب العائلة أو الطبيب العام، وعن طريقه هو يمكن إذا كان خدمات. في حاجة، إذا مثلا شاف الطبيب قال لا والله هاي الحالة محتاجة أنها تشوف أخصائي سكري مثلا أو أخصائي كذا أو كذا، يتم التحويل عن طريق طبيب العائلة. فأحيانا بعض الناس يأخذ العامل ويصير على طول على المستشفى يقول لك يا أخي ما يعالجون والباقات هاي ما تنفع. هو الآلية المثلى للاستفادة من الباقة تضمن الشو، تضمن نحن نحافظ على تكلفة الباقة هاي تكون منخفضة. اليوم الباقة هاي يتراوح سعرها من 550 إلى مثلا 600 درهم. إذا الباقة هاي كانت تسمح بالدخول المباشر للمستشفى ممكن يكون سعرها 1000-1200 درهم. صحيح. لأن الأخصائي أغلب كثير من طبيب العائلة، وهذا الطبيعي بعد إن إحنا كسيستم في الدولة أن لازم إن إحنا أول شيء نسير عن طبيب العائلة. ومنه الآلية سلمت الله مش فقط تعمل على استخدام الموارد المالية في النظام الصحي بشكل أمثل، حتى المريض يحصل على العلاج بشكل أفضل. يعني اليوم شخص مثلا ركبته تعوره، هو ما يعرف إذا هو لازم يشوف طبيب عظام. صحيح. جراح ولا طبيب روماتيزم. صحيح. ما عنده يعني، لكن طبيب العائلة في أكثر ما بين 80-85% من الحالات طبيب العائلة يقدر يحلها. صحيح. بعدين إذا في حاجة للتحويل بيحوله على الأخصائي الصحيح، وهو بيوفر وقته، بيوفر كذلك المبالغ. صحيح. فطريقة تصميم الباقة هاي تعمل نوع من الموازنة ما بين الضغط على التكاليف المالية سواء على صاحب العمل على الاقتصاد، وفي نفس الوقت الحصول والوصول إلى الخدمات الصحية بالنسبة للأفراد. وهذا البلانس الحمد لله تعالى يعني نقدر يعني درجة كبيرة تم تحقيقها بشكل جيد. طبعا دائما في تطوير مستمر للباقات هاي، ويمكن أعلننا سابقا أو إذا شفتوا بعض الجرائد تكلمت عن دخول خدمات جديدة إلى الباقة الأساسية في العام 2018 إن شاء الله تعالى، راح يعلن عنها بشكل موسع قريبا، لكن راح تشمل مجموعة كبيرة من الخدمات الوقائية كذلك وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض. وهذا ممكن. إحنا قاعدين ننتقل بالسكان بالمقيمين في الإمارة وطبعا بالمواطنين إلى أن إحنا ننتقل من مرحلة علاج المرض لما نشوفه إلى مرحلة منع وصولنا إلى المرض بالمقام الأول أو الكشف المبكر اللي يعطينا نتائج أفضل بكثير، مش فقط كتكلفة وإنما كذلك إلى مستوى ونوعية حياة الأفراد، وإن إحنا نوقف أو نمنع لا سمح الله حالات الدخول للمستشفى وحالات اللي ما تسمى mortality and morbidity. ممتاز. دكتور حيدة، بس حنأخذ مكالمة من أبو حمد. صباح الورد أبو حمد. أبو حمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا اخو الله بخير، صبحك الله بالنور والسرور. تفضل. الله يسلمك. بالنسبه لل يعني السؤال بشكل عام وخاص للتامين اللي في هيئه دبي الطبيه، اليوم اللي صاير استغلال الاطباء والمستشفيات في ادخال المريض في تحاليل غير ضروريه، جراحات غير ضروريه، ادويه فوق اللازم. المسألة هذه كيف يعالجونها بالنسبة لهيئة الصحة؟ وقضية يعني ليش مثلا إذا كان هذا يتواصلون مع الشخص اللي هو مثلا قد إنه يعني الأشخاص بشكل عام، والتواصل مع المريض في حالة إنه وجود أشياء أكثر من اللازم يعني للاستبعاد. أتمنى المتسوق الخفي يكون له دور، يعني بحيث إنه يراجع هذه المستشفيات
ويشوف يعني المبالغة في الأدوية في 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 التحاليل قد تعرض. واضح واضح سؤالك محمد. الله التعليمات يعني أقصد توعية الأشخاص إن شاء الله بالطرق الشاملة، على إني يعني عارف إن هذا الشيء مبالغ فيه أو إني راجع جهات يعني الإبلاغ يعني. إن شاء الله واضح سؤالك محمد، تسمع الإجابة إن شاء الله، وشاكرة لك مداخلتك. موجودين معنا على إنستغرام لايف، بس محمد كان يقول بخصوص طلب الأشعة، طلب التحاليل أو طلب الأدوية زيادة عن حاجة المريض استغلال للتأمين. فإذا في آلية ل يعني للتحكم أو لضبط هالشيء. فدكتور حيدر شو ردك على كلام؟ هو طبعا أولا الموضوع ذو شقين. سؤال محمد ما شاء الله عليه هو جزء من الإجابة كذلك، تكلم عن دور الأفراد في كذلك التواصل مع الجهة الرقابية في حال حسوا أنه في نوع من أنواع سوء الاستغلال. في طبعا عندنا النظام الإلكتروني لخدمة المتعاملين بالضمان الصحي في إمارة دبي اللي هو I Promise، ممكن واحد يروح بس مجرد إلى جوجل سيرج ويحط IPROMES تطلع على طول البوابة. البوابة هاي لخدمة هل 4.6 مليون شخص اليوم المحميين بالتأمين الصحي في إمارة دبي، أي واحد فيهم يمكن أنه يتواصل مع الهيئة مباشرة في حال أي نوع من أنواع التواصل. يعني فرضا كان عنده شكوى، أنا شركة التأمين مفروض أنها تغطيني لكذا كذا، ما تمت التغطية، على طول توصل لنا. أو مثلا العيادة الفلانية أنا حسيت أنه في محاولة سوء استخدام، أو أي من أنواع، حتى أي شك عند المتعامل في يتواصل حتى معكم حتى الثناء. يعني صحيح. توصلنا كثير مثلا والله شفت المستشفى الفلاني وكان العلاج رائع، أو شركة التأمين الفلانية ما قصروا معنا مثلا العمل الموضوع الفلاني ما كان مغطى إلا أنه تم تغطيته. وهاي حتى هالنوع من الفيدباك بالنسبة لنا جدا مهم في تقييم الشركات، لأن في عملية تقييم مستمرة سواء لشركات التأمين، لشركات صحيح. إدارة المطالبات، لمقدمي الخدمات الصحية، هذا الشيء مستمر من ناحيتنا. وعندنا سلم الله النظام الإلكتروني اللي هو الشق الأول من سؤال خوي أبو حمد. النظام الإلكتروني يشوف جميع التعاملات اللي تحصل في التأمين الصحي، فيراقب أنماط السلوك بالنسبة للأطباء. يعني اليوم لما نتكلم عن حالة واحدة ممكن الطبيب يقول لا الحالة هاي أنا احتجت الفحص الفلاني أو الدواء الفلاني لأن المريض كان عنده، لكن النظام الإلكتروني يراقب نمط السلوك للطبيب هذا، فيقول لك مثلا فلنفرض المريض اللي ألم الظهر الخطة العلاجية لازم تكون 1-2-3، لكن متوسط أن فقط 5% من الحالات تحتاج فحوصات أكثر وأدوية أكثر لأنها تكون حالات معقدة. صحيح. لكن الطبيب ألف مثلا نسبة التحويل عنده إلى الأخصائي واستخدام الأدوية في الإطار هذا، الطبيب 2 مش 5% عنده 7%، الطبيب 3 عنده 10%. فالنظام الإلكتروني يراقب نمط السلوكي للطبيب هذا أو المستشفى أو العيادة على مدى عشرات أو مئات أو آلاف الحالات، وبالتالي يكون التواصل معه مع دليل موجود، ترى أنت فعلا في سوء استخدام وفي استخدام أعلى من المتوسط وهو غير مبرر. وعندنا طبعا على طول تتم مخالفة شركات التأمين إذا قصروا في حقوقهم، العيادات إذا كان في أي نوع من أنواع التحايل، والتحايل ممكن يكون في شكلين كذلك، خدمة ما عملها المريض لكن العيادة أو المستشفى قدم أنه والله أنا قدمت الخدمة هاي، وهذا يعتبر نسميه فرود أو تحايل مباشر. صحيح. واللي لها كذلك عقوبة جنائية ممكن تكون وتم تحويلها من الهيئة للجهات القانونية المسؤولة، أو ممكن إساءة استخدام، يعني هو محتاج فحص سويت له 3، محتاج دواء أعطيته 4، استغلال يعني سوء استخدام، وحتى هاي مخالفة يعاقب عليه القانون، وتم معاقبة عيادات أطباء مستشفيات، وهذا الشيء مستمر عنا. لكن دور الجمهور في كذلك وأنهم يوفرون للمعلومة هاي في حال لاحظوا أي شيء دور جوهري مهم، وإحنا طبعا نطلب من الجميع التواصل مع الهيئة بشكل مستمر. النظام الإلكتروني في خلال أقل من ساعتين عن الفريق 24 ساعة يستلم الشكاوي هاي أو الملاحظات هاي، وعلى طول يتم التدخل فيها، ويبدأ الإجراءات على طول مباشرة. ممتاز. لأن أحيانا ممكن الشخص محتاج إلى علاج عاجل، طبعا بس تكلمنا عن الباقي الأساسية، في حالة العلاج العاجل ما في داعي للذهاب إلى طبيب العائلة أولا، ما في داعي للحصول على موافقة شركة التأمين، نتكلم عن الحالات الطارئة هني، الحالة الطارئة تذهب مباشرة إلى المستشفى ويتم العلاج مباشرة، والمستشفى عنده فترة 24 ساعة يبلغ فيها شركة التأمين أنه والله إحنا وصلنا الشخص الفلاني وعند الحالة الفلانية وعالجناها، مثلا كسور، حوادث سيارات، أزمة قلبية لا سمح الله، كم أي من الحالات اللي هي تعتبر حالة طارئة فعليا، مش شوية زجام وراسي يعورني يعني، لكن حالات طارئة فعليا
ما في داعي للموافقة أصلاً، ما صحيح. محتاج المستشفى إنه يأخذ الموافقة يعالج أول ويسأل بعدين. نعم نعم ممتاز. نعم. وأحياناً في ناس يقولون ترى هذا كله للتسهيل للمرضى طبعاً يعني. طبعاً صحيح طبعاً بالتأكيد الحالات. بالتأكيد صحيح. وهني طبعاً يتم مراجعة دورية، فإذا تبين أن المستشفى هذا كانت الحالة طارئة لكن عمل بعض الفحوصات الغير ضرورية، هني يدخل البرنامج وما يدفع للمستشفى، وكذلك كجهة رقابية يتم التعامل مع المستشفى بطريقة أخرى. وبعدين عندنا مثل سكور بورد، يعني نعرف منو اللي في الأحمر، منو اللي في البرتقالي، منو اللي في الأخضر، فهاي إحنا يكون عندنا نظام السكورينج هذا للتعامل معاهم، كذلك في حالات تجديد ترخيصهم، في حالات وجود مخالفات، تحذيرات، كل الأمور هاي إحنا كإدارة التمويل الصحي طبعا نتعامل معها. ممتاز. دكتور حيدر حنكمل معاك عقب الفاصل بعد، وبتكون بعد معنا دكتورة ليلى المرزوقي رئيس مجلس السياحة الصحية بهيئة الصحة بدبي. ما بنخلي دكتور حيدر يروح، عندنا بعد كم من سؤال صغير وبنسأله، فتابع معنا عقب الفاصل. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. قبل الفاصل قلنا لكم معنا الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي، يكمل معنا نسأله كم من سؤال مهم يهمون المستمعين. دكتور حيدر، بس بنسأل، في وايد ناس تسأل عن آلية الموافقات على إجراء أي إجراءات تابعة للتأمين، فشو الآلية تكون؟ بالنسبة للتأمين الصحي في مجموعة معينة من الإجراءات تحتاج إلى موافقات من شركة التأمين أو من برنامج التأمين. أحيانا هاي باختلاف البرنامج، ممكن تكون حسب المبلغ المالي، حسب النوعية معينة من الفحوصات مثلا سي تي سكان ام ار اي الى اخره. وبالتالي الموافقة تعتمد على وجود تبرير منطقي للحاجة للعملية هاي او للعلاج المطلوب او للاجراء المطلوب. اذا قدم المستشفى البيانات كاملة وقدم ان انا محتاج اعمل مثلا سي تي سكان للمريض الفلاني لان صح انه عنده صداع، واللي هو عادة ما يطلب سي تي سكان، لكن صحيح. كذلك عنده اعراض بصرية وعنده مثلا ترجيع وقي، وبالتالي احنا شو شاكين ان في نزيف لا سمح الله صحيح. وبالتالي هني التبرير المنطقي هو اللي يخلينا نعتمد السي تي سكان للصداع اللي هو في الحالة العادية صحيح. بيكون غير معتمد. فاذا صحيح. الطبيب اليوم قدم قال انا بسوي سي تي سكان هذا عنده صداع، بالتاكيد ما راح تجي للموافقه. احيانا كذلك مهم ان احنا نتاكد ان المستشفى بعث الطلب، لان بعض المستشفيات شو يسوي، يجمع الطلبات اخر الاسبوع يطرشهم صحيح. فيجي المريض زعلان كيف التامين ما وافق، بس نشوف نلاقي ان الطلب اصلا ما انبعث من وتاخر من عندهم يعني. لانه يسوون الباتش. كذلك في مجموعه معينه من الاجراءات والعمليات تحتاج راي ثاني، وهذا جزء من اجراء معتمد في البرنامج. نوعيه معينه من العمليات تحتاج الى راي اخر، هاي طبعا في النهايه لحمايه المريض، وتاكد من الحاجه الفعليه للمريض لهالنوع، لان هاي عمليات تكون كبيره، تكون مكلفه، تكون لها تاثير كبير على صحه المريض، وبالتالي الاجراء المعتمد فيها الراي الثاني. واحيانا بعض الناس تضايق منه، لكن هو في النهايه لخدمه المريض صحيح. وللتاكد من فعلا احتياج المريض للعمليه ولحمايه المريض بالدرجه الاولى. ممتاز. ابو حمد رجع لنا مره ثانيه بعد الفاصل، عندنا مقترح. تفضل ابو حمد. تفضل ابو حمد. عفوا كان في نقطه نسيت. تفضل على السريع ابو حمد عشان نغطي النقطه معك. بالنسبه لو تكون يعني في ميزه او في مثلا بطاقه او الربط بين التاريخ المرضي في الهيئه اذا كان موجود، او في اذا كان من خلال تعامل عن طريق بطاقه التامين، اذا كانت هناك مثلا خلينا نقول تعريف بالتاريخ المرضي او تعريف بالتحاليل اللي تمت، او اذا في اي تشخيصات ممكن لو انتقل من مستشفى لمستشفى او عياده لعياده ممكن قراءه هذه البيانات وتوفير يعني الوقت على الوقت والجهد والمال. اتوقع بعض المرضى قد لا يعني يذكر حاجه، يعني مثلا عندي مشكله في الكلى وهو يعطون ادويه قد تضر الكلى، او مثلا هذه الاشياء. التاريخ المرضي او التحاليل الموجوده باليه معينه من خلال بطاقة التأمين. إن شاء الله واضح سؤالك أبو حمد. تسمع الجواب إن شاء الله. دكتور حيدر، طبعا في خطوة قادمة لهيئة الصحة في دبي بخصوص ملف الطب الإلكتروني السلامة. نعم. إن الربط بين هيئة الصحة بشكل عام، ورح يكون في ربط خاص في المستقبل أيضا، اللي هو مشروع الملف الإلكتروني الموحد على مستوى إمارة دبي. طبعا مثل ما تفضلتي سلامة، هو ملف إلكتروني موحد على مستوى الهيئة صحيح. هناك مشروع الملف الإلكتروني الموحد اللي هو على مستوى إمارة دبي، واللي راح تنتقل من خلال المعلومات ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. إحنا حاليا بالنسبة للتأمين الصحي
متواجد الموضوع هذا بالنسبة للأدوية. لما يطلب يعمل البرسكريبشن الوصفة الدوائية والرد، لما يبعث طلب الموافقة يجي الرد أن لا مثلا المريض هذا يأخذ الدواء الفلاني وبالتالي في تعارض مع الدواء اللي وصفته، أو مثلا أن المريض خذ الدواء من أسبوع ترى وخذ مثلا ما 3 شهور فأنت ما تقدر توصف له. فهاي عملية الربط بالنسبة للأدوية موجود قائم حاليا من خلال بطاقة التأمين الصحي اللي هي على بطاقة الهوية. أما بالنسبة للملف كامل فمع الخطوة الجاية إن شاء الله تعالى في 2018 اللي هو مشروع الملف الإلكتروني الموحد على مستوى إمارة دبي. دكتور حدا بس على السريع بناخذ عن موضوع ازدواجية التأمين بين سعادة وبين عناية. صحيح، نقطة هاي جدا مهمة. اليوم إحنا طبعا تسهيلا بالنسبة لبرنامج سعادة، لما يجي الشخص ويقدم على برنامج سعادة ما يكون في تشيك اب، يعني يقدر هو في خلال 5 ثواني 10 ثواني هو اوريدي يدخل على الكيوسك او على المنصه الالكترونيه، مجرد حط بطاقه الهويه، حط الايميل ورقم التليفون، سبمت، اصبح هو مسجل في البرنامج. لكن بالاضافه الى 3 أشياء هاي هو يوقع على تعهد. لو يقرا التعهد هذا اتعهد انه ليس لدي تامين صحي اخر من حكومه دبي، سواء عنايه او مظله او غيره، اي تامين اخر مدفوع من حكومه دبي ما يجوز له الجمع ما بينه وبين برنامج سعاده. صحيح. فعند التسجيل احنا ما ناخره، ما نقول له ترى يومين ثلاثه نشيك ان انت موجود في البرامج الاخرى، نبغى الخدمه تكون متوفره للشخص، لكن هو لازم يكون عارف انه يوقع على وثيقه رسميه قانونيه وهو يعرض نفسه للمساءله اذا كان عنده تقديم برنامج اخر. صحيح. شاكرين لك دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي، الأجوبة الشافية والكافية أعطيتنا إياها. كانت ما يكون لقاء أطول بعد نسألك أكثر، بس إن شاء الله إن شاء الله نستضيفك في لقاء مرة ثانية دكتور. شكراً على حضورك دكتور. الحين ننتقل لضيفتنا مميزة جداً اليوم، عندنا الدكتورة ليلى المرزوقي رئيس مجلس السياحة الصحية بهيئة الصحة بدبي. أهلا وسهلا فيك دكتورة ليلى. حياكم الله، نورتي الاستوديو. من زمان عنك دكتورة ليلى ما زرتينا، عاد انت بعيدة عنا حين نقدر مشاغل الشاكل اللي قرب قرب القلوب ما علي. أكيد أكيد. طبعا دكتورة ليلى خلال هالأسبوع الشغل الشاغل الجميع هو جايتكس، معرض جايتكس التقنية اللي تقدم فيه كل جديد في عالم التقنية. شو عندكم أنتو كسياحة علاجية، شو الجديد اللي بتقدمونه في جايتكس؟ جزاكم الله خير ومشكورين على الاستضافة. بس قبل الله أنا أرد على السؤال، أحب أوضح النقطة بأن الحين نحن دكتورة أو دكاترتنا الاسم المشروع تغير، صار السياحة الصحية وليس السياحة العلاجية. لأن طبعا نحن اليوم نقول إمارة دبي ما تستقبل المرضى بقصد العلاج فقط، لكن تستقبل الناس الأصحاء بعد اللي يجون الإمارة بقصد الاستجمام وبقصد إجراء عمليات التشيك أب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. صحيح. فنحن نقول إن السياحة الصحية بإمارة دبي اليوم نحن عندنا أول شبكة إلكترونية نافذة واحدة للسائح الصحي اللي يحتاج إمارة دبي بقصد العلاج، ونحن عارضين الشبكة الإلكترونية هذه مع التطبيق الذكي اللي موجود على الأندرويد والموجود على الأبل ستور في جايتكس. طبعا الشبكة الإلكترونية هذه مثل ما قلت هي النافذة الإلكترونية الوحيدة اللي موجودة على مستوى العالم لتعطي المعلومات الكافية ولكل المعلومات اللي يحتاجها السائح الصحي القادم إلى الإمارة. من ضمن المعلومات هذه الباقات العلاجية طبعا بالتعاون مع المنشآت الصحية اللي هي تابعة لمجموعة DXH، ومثل ما نعرفهم DXH هي العلامة التجارية لإمارة دبي للسياحة الصحية. الباقات العلاجية هذه مختلفة ومن مستشفيات مختلفة، وكذلك في عنصر الشفافية في الباقات العلاجية هذه بحيث أن أسعار الباقات موجودة والباقات هذه شو تشمل وشو اللي ما تشمل. طبعا المعلومات هذه كلها موجودة على التطبيق الذكي وعلى الشبكة الإلكترونية، بالإضافة إلى الباقات الشاملة اللي هي تضمن الباقات العلاجية زائد الأشياء الأخرى اللي يحتاجها السائح الصحي يومي إمارة دبي بقصد العلاج والاستجمام، اللي هو يحتاج أن يعرف شو الفنادق اللي متوفرة، وكذلك الطيران كيف يوصل إلى إمارة دبي. طبعا في الباقات الشاملة هذه في معلومات عن الفنادق اللي ممكن يحصل عليها ويقيم فيها، وكذلك كيف أنه يحجز عن طريق طيران الإمارات للقدوم إلى إمارة دبي.
بالإضافة إلى ذلك عندنا كذلك معلومات عن الأشياء الثانية اللي السائح الصحي ممكن أنه يسويها في إمارة دبي من المتعة وكذلك الأماكن السياحية، وعندنا بعد الأشياء الثانية معلومات عن أهم شيء طبعا فيزة السياحة العلاجية، يعني إذا أي واحد يبي إمارة دبي وهو يطلب الحصول على التأشيرة فالشبكة الإلكترونية توفر المعلومات عن التأشيرة الخاصة بالسائح الصحي وكذلك التأمين الخاص بالسائح الصحي القادم لإمارة دبي بقصد العلاج. ممتاز. دكتورة ليلى، بس انتوا قلتوا غيرتوا الاسم من سياحة العلاجية الى سياحة صحية، فممكن نعطي فكرة اللي يسمعوننا شو ممكن اي دبي احصل على خدمات صحية؟ شو الخدمات الصحية اذا انا مو مريض وحاب احصل على خدمة صحية في دبي؟ شو الخدمات الصحية المختلفة ممكن انا اتوجهها في دبي؟ طبعا احنا غيرنا الاسم علشان المفهوم يكون اشمل واعم. طبعا لو قلنا سياحة علاجية، العلاج هو حد مريض ويتعالج. صحيح. صحيح. لكن اليوم نحن عندنا السياحة الصحية تشمل بنود كثيرة، من ضمن هاي البنود هي السياحة العلاجية، يعني السياحة العلاجية تدخل تحت السياحة الصحية. ومن الأشياء الثانية اللي تدخل تحت السياحة الصحية هي الاستجمام وعمليات التشيك اب مثلا الواحد الوقائية تقصدين الوقائية هي؟ نعم. وكذلك اللي عندنا العلاجات الثانية اللي تحمي الناس من الشيخوخة اللي نسميه أنتي ايجين تريتمنت، يعني هاي كلها أشياء مش علاجية بس أشياء علشان الإنسان الصحي يكون بصحته وسلامته يوم يتقدم في العمر. صحيح. أما بالنسبة للخدمات اللي ممكن يحصل عليها، طبعا هي الخدمات العلاجية اللي نحن كنا ذاكرينها من قبل اللي هي 7 تخصصات اللي نحن معتمدين عليها، من علاج الأسنان وعلاج الجراحة التجميلية ومنها جراحة تخصيص الوزن والسمنة، وكذلك عندنا طب العيون والجلدية والأسنان والإخصاب والاستجمام. زين دكتورة، كل هالمعلومات اللي ذكرتيها حضرتك كلها موجودة في التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني؟ هي نعم. فكل الناس يقدرون يدخلون، من الجهة المستهدفة لهذا التطبيق؟ طبعا احنا دائما نقول العلامة التجارية لإمارة دبي، نحب نعرف المقيمين في الإمارة بالعلامة التجارية، وثم يأتون السياح والزوار اللي يجون إمارة دبي سواء بقصد السياحة أو بقصد العلاج. يعني التطبيق الذكي والشبكة الإلكترونية هاي يعني عالمي، أن نحب نعرف الناس بالخدمات الصحية اللي موجودة في إمارة دبي. وشيء ثاني نحن بعد ضفنا على الشبكة الإلكترونية اللي هو التواصل المباشر، خدمة التواصل المباشر اللي هو اللايف تشات يسمونه، يعني السائح اللي يبي الإمارة بقصد العلاج أو الاستجمام ممكن أنه يروح على dxh.ae ويسأل أي سؤال 24 ساعة. سهلول عليه ويكون يعني سهل أنه يتواصل بطريقة سريعة أسرع، وإذا عنده أي سؤال في نفس الوقت. هي نعم. طبعا الواحد يحب أن يتعامل وجها لوجه مع شخص. صحيح. يرد عليه السؤال. صحيح. صحيح. أحسن من أنه يفضل أنه يبعث إيميل وليه ما يرجعوا له على السؤال. صحيح. صحيح. دكتورة ليلى، الحين يبالي سؤال بخصوص الناس، لو أنا عمري ما جيت دبي وحجزت أن أي للسياحة العلاجية أو السياحة الصحية في دبي، فهل في لما أوصل مثلا المطار حد يستقبلني يوديني مثلا الفندق يكون معاي في المستشفى لما أسير، هل عندكم هالنوع من ما بقول متطوعين ولكن موظفين فقط تخصصهم الكونسيرج سيرفيس، يعني انا اشلك اوديك هنا اعرفك على مناطق ادلك في المستشفيات، هل عندكم هالخدمه؟ سؤال جميل جدا دكتوره ندى. نحن طبعا في تجربه دبي الصحيه نحن معتمدين على تجربه نعزز تجربه المريض. يعني اهم شيء بان الاكسبيرينس او تجربه المريض وايد عندنا مهمه، بحيث بان المريض اذا رجع يعني يتكلم عن التجربه. صحيح. هذه بالاضافه الى الخدمات الصحيه اللي حصل عليها في إمارة دبي. عشان كذي نحن عندنا تعاون كبير مع خدمة مرحبة، إنهم أي حد أي مريض أو أي سائح بقصد الاستجمام في إمارة دبي ممكن يستفيد من الخدمة هذه. نحن ما توقفنا عند النقطة هذه، لكن بعد حطينا خدمة ثانية لإمارة دبي اللي هي تعاقدنا مع شركة هم شركان الاستراتيجيين، هي شركة اسمها الهيلث بانك. الشركة هذه يعني إذا حد بيتعاقد مع الشركة
الشركة هذه أن السائح العلاجي حتى قبل إمارة دبي بأن يكون له تواصل مع الشركة هاي. الشركة هذه هم يأخذون يعني الأشياء اللي يحتاجها المريض من ألف للياء, يعني هم ينصحون شو المستشفيات العيادات التخصصات ممتاز. اللي هم يحتاجونها, كيف يطلعون الفيزا ويطلعون الفيزا للسياحة الصحية ممتاز. وكذلك يسوون الحجوزات الطيران والفنادق, يستقبلونه في المطار, يودونه الفندق من الفندق للمنشأة الصحية اللي هو ساير فيها. إذا حاب هو أنه يروح يزور إمارة دبي الأماكن الترفيهية يأخذونه ويساعدونه ممتاز. كذلك يحطوا له مثل شخص مسؤول عنه يسمونه الأكاونت مانجر, هذا موجود خلال يعني 24 ساعة خلال فترة تواجده سبع يعني اللي في الإمارة, أي احتياجات عنده يساعدونه فيها. وكذلك مو لهاي الشيء هذا فقط, حتى يوم هو خلص العلاج ورد بلاده يعطونه شيء اسمه الجواز الإلكتروني electronic passport, بحيث إنه في كل المعلومات الصحية اللي هو شو الأشياء اللي سواها هني, بحيث إنه هو يأخذها لدكتورة في بلاده ويراوي إنه هذه عشان هذا العلاج اللي هو حصل عليه عشان استمرارية العلاج continuity of treatment. صحيح. وطبعا مثل ما أنت تفضلت دكتورة ليلى, هي تعزيز تجربة المتعامل اللي جاي لدبي, لأن هي في النهاية هي سياحة, فلما يلاقي مثل الخدمات اللي تسهل له كل شيء بحيث ما يضطر إنه يسأل أو إنه يضيع أو إنه ما يعرف. صحيح. طبعا هذه تعزز تجربة المتعامل أو الزائر لدبي حق لغرض السياحة الصحية. دكتورة ليلى, بس بسألش بعد سؤال بخصوص السياحة العلاجية, هل عندكم أرقام الناس اللي جوا دبي السياحة الصحية أو العلاجية كم نسبة اللي رجعوا مرة أخرى لخدمات السياحة الصحية أو العلاجية؟ طبعا الاعداد الحمد لله من 2004 من 2015 في تزايد, والسنه اللي طافت 2016 كان عندنا اكثر من 320 الف سائح علاجي جايين الاماره بقصد العلاج من برا الدوله. وطبعا النسبه العدد هذا يمثل 9.5% زياده عن سنه 2015, ونحن ان شاء الله متفائلين ان سنه 2017 الرقم هذا يزيد ونسبة الزيادة تكون كذلك بالنسبة للسابقة مثل 2016 وأكثر. ودكتورة أنت قلتي في تخصصات سبعة أنتوا حوالي, صح؟ في يعني خطة مستقبلية أن أنتوا بعد توسعون من هالخدمات أو؟ نعم, نحن كمرحلة أولى طرحنا هاي السبع تخصصات, مثل من عرف أن مش كل دولة تركز على كل التخصصات. يعني صحيح. نحن مثلا عندنا تقولين مثلا أمراض مثلا عافاني الله يحفظنا إن شاء الله ويحفظ السامعين السرطانات على طول في دولة معينة تي في مخك. صحيح. أو مثلا نقول إعادة التأهيل في دولة معينة تي في بالك. فنفس الشيء بالنسبة لإمارة دبي, نحن ركزنا على سبع تخصصات وقلنا هذه نحن عندنا التخصصات اللي نروج الإمارة, وهذه كانت مرحلة أولى. وإن شاء الله في المراحل الثانية يعني مثلا نحن الإخصاب ما كان على ضمن القائمة كمرحلة أولى, لكن شفنا إن في ناس وايدين الإقبال يعني الإقبال أو إن يعني الطلب عليه. إنزين, يعني شو من هاد سبع تخصصات شو أكثر الناس اللي يولكم للحين يعني أكثر خدمة أكثر تخصص طلب أو أكثر تخصص طلب؟ أكثر تخصص العظام من سنة 2016 شفنا أن أكثر تخصص هو العظام, وكذلك عندنا الإخصاب بعد يونا ومن دول مختلفة. يعني يعني نحن حتى الإحصائيات يعني يوم شفنا مو فقط يونا من الأسواق اللي نحن كنا مستهدفينها اللي هي دول مجلس التعاون ودول أفريقية ودول روسيا وسي آي إس, قاموا يونا حتى من سبحان الله المنشآت الصحية يقولون أن في ناس يونا من بريطانيا بس علشان يربون في إمارة دبي ويرجعون مرة ثانية, ويون من الهند علشان عمليات التجميل حق الأسنان يون ويرجعون. يقولون يعني حتى يقولون أسماء أشخاص مشاهير يونهم من الدول المجاورة علشان يسوون العلاجات ممتاز. في إمارة دبي. صحيح. دكتورة ليلى, كيف يتم ترويج للسياحة الصحية أو العلاجية في دبي؟ طبعا الترويج احنا عندنا خطة ترويجية وتسويقية للعلامة التجارية لإمارة دبي. مثل ما تعرفين ان احنا عندنا هدف هو ان نوصل لنصف مليون سائح علاجي خارجي بحلول 2020. فعلشان نوصل للرقم هذا فعندنا الخطة التسويقية من عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق حضور المعارض وكذلك عن طريق إقامة معارض جوالة في الأسواق المستهدفة. ومن
من المعارض الجوال اللي احنا في كم من دولة في أفريقيا مثل نيجيريا وكينيا وغانا وأثيوبيا، رحنا الدول هذه، وكذلك رحنا كذلك معارض جوالة في دول مجلس التعاون وكذلك في روسيا. ممتاز، نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة ليلى في مسعاكم لترويج دبي كوجهة للسياحة الصحية، والجزء منها طبعا السياحة العلاجية. كانت معنا دكتورة ليلى المرزوقي رئيس مجلس السياحة الصحية بهيئة الصحة بدبي. نعطيش دكتورة دقيقة ونص تعطينا رسالة أو كلمة أخيرة للمستمعين. طبعا نحن عندنا التطبيق الذكي للشبكة الإلكترونية اللي عندنا اللي هو التطبيق دي اكسج، وأنا أطلب من المستمعين أنهم ينزلون التطبيق هذا سواء كان عندهم الموبايل أبل من أبل ستور أو من الأندرويد، وعن طريق التطبيق هذا اللي هو دي اكسج بيحصلون على كل المعلومات اللي هم بيحتاجونها، يعرفون عن نشاطاتنا في مجال السياحة الصحية، وإذا حبوا إنهم يبون حد من أهاليهم أو حد من أصدقائهم بقصد العلاج أو الاستجمام في إمارة دبي، التطبيق هذا رح يساعدهم. كذلك في خلال التطبيق هذا عندنا البلوجز اللي دائما نحن نصدره بين فترة وفترة، وكذلك عن الأخبار وآخر الأخبار اللي نحن وآخر نشاطاتنا، فالأخبار هذه كلها موجودة في التطبيق على التطبيق الذكي وعلى الشبكة الإلكترونية. فأنا أنصحهم أنهم يروحون ينزلون التطبيق الذكي ويبعثون لنا أي ملاحظات للتحسين، ونحن إن شاء الله بنكون كلنا آذان صاغية. ويعطيكم ألف ألف عافية دكتورة ليلى، جزاكم الله خير. شكرا لك دكتورة ليلى مرزوقي رئيس مجلس السياحة الصحية بهيئة الصحة بدبي، نتمنى لكم التوفيق. احنا وصلنا لختام برنامجنا، شكرا لك أيمن سرحيل على وجودك معنا اليوم، وشكرا لك ميرا الأغفلي، وشكرا لك دكتورة بدرية. شكرا لك معنا اليوم، شكرا لجميع المستمعين اليوم، وكانت حلقة جدا جميلة وياكم، ونشوفكم إن شاء الله على ثرية. فإن شاء الله نشوفكم غدا، لا تنسوا تابعونا كل يوم الأحد الخميس من الساعة 10 للساعة 11 في برنامجكم صحة وسعادة. إلى أن نلقاكم غدا نقولكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.